في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد، أبا السيد رئيس مجلس جماعة كزنايا السيد أحمد الإدريسي إلا أن يشارك أفراح الشباب المغربي بهذه المناسبة ويشارك بهذا الربع العتيد من المغرب ألا وهو جماعة كزنايا، هذا الربع الترابي الذي يتمنى لصاحب الجلالة بهذه المناسبة موفور الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. وهكذا فجماعة كزنايا تعبر عن أفراحها بهذه المناسبة، نظمت سهرة غنائية فنية كبرى مع بشراكة مع ملتقى مع جمعية ملتقى الحكمة. هاي